أن هؤلاء يفهمون الأمور من داخل النص القرآن وفق هذه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بأفق آخر يحيل على هذه الرحموتية التي ينبغي لأرباب القلوب أن يتدخلوا بها لترشيد مسار التدين، لا سيما التدين المسلم. الشيخ الأكبر بن عربي يقول في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل وإياه، يقول قضى هنا ليس بمعنى كتب وأوجب، ولكن بمعنى حكم، أي أن الحق سبحانه وتعالى في عالم الأزل أقر بقدرته القديمة وبمشيئته الأزلية أن كل عابد لا يعبد معبوده كيفما كان هذا المعبود شمسا أو قمرا أو أي شيء. هذا العابد لا يعبد إلا بالفطرة الأصلية التي أودعها الله فيه، وهي فطرة قابلية للتعبد وهي فطرة إلهية. بمعنى أن كل عابد كيفما كان ففي من حيث الفطرة فإنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ضل في الاعتبار فاختلطت عليه الصور فعبده إما في الشجر أو في القمر، بينما الفطرة التي يعبد بها هي فطرة إلهية لكونها تستجيب، لكونها أترى من نداء، من استجابة أرواح نداء الحق في الأجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا ما يشير إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم: يولد لكل مولود يولد على الفطرة. أي هناك مفهوم للإسلام بما هو فطرة، وهي هذا الميل للتعبد لإنشاء علاقة مع المطلق، مع المتعالي، وهو أمر أودعه الله في كل البشرية. ومن ثم إذا رأيت لكل عابد في هذا الأصل، ورأيت في كل إنسان أنه إنسان من حيث كونه خليفة لله في الأرض، ومن حيث كونه أيضا نفخة روحانية روحية إلهية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا استحضرنا هذه الرؤية فلن يبقى أمامنا إداك أن نعادي معاداة تصل لحد القتل من يخالفون في الاعتقاد، لأنك سوف ترى إليه من وجهة أخرى، هو أنه أثر للنفخة الإلهية، وأنه ضل في صورة العبادة، ولكن فطرة العبادة هي فطرة إلهية. لاحظ كيف يمكن الأمور أن تتغير. ومن ثم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، ولست عليه بمسيطر. تستطيع أن تفهم كل هذه الآيات في ضوء هذه الرؤية الأنطولوجية للإنسان. إذن ما ينبغي علينا وهو تجديد الخطاب الديني، ليس تجديدا يأتي بغريب، ولكن إبرازا لروح الدين والتي كتب فيها وعمقها كثير من العلماء والعارفين، لكن السياق التاريخي وتسييس الدين واستثماره لأغراض دنيوية غلب رؤية هي التي أفضت بنا إلى هذه النتائج، وألغى هذه الرؤية الرحموتية الكونية العظيمة للدين التي وجدت في ثقافتنا ووجدت في تاريخنا. وأعتقد جديد الخطاب الديني بما يتماشى مع طموحات شبابنا بطبيعة الحال. الشباب سيدي تفضل، أولدي تفضل باش نختموا إن شاء الله. منذ 7 سنوات أو منذ الولادة، بل هو قبل من ذلك، قبل الولادة، قبل. إحنا الهدف ديالنا هو أننا
شنو خاصنا نديرو في المستقبل هو اننا خاصنا نحاولوا نوصلوا الميساج، خاصنا نخدموا على الطفل، نخدموا على الشاب هو باقي جنين، باقي في الكرش ديال امه. اولا اننا نكون الامهات، نكون الامهات، نوريهم كيفاش انهم كيفاش ممكن يوصلوا الرسالات ديال السلام، ديال المحبه، ديال الاخاء، او الابناء ديالهم هما باقيين في الكرش. هنا كان حيل على واحد الواقعه كنت سمعتها، ان واحد الام ديما كتسمع القران، حامله ديما كتسمع القران، مورا فاش تولد الولد ديالها وصل واحد وصل السن ديال الكلام، اول كلمه قالها قرا لهم سوره الفاتحه. الحاجه الثانيه، حنا هضرتي على الاستهلاك ديال الثقافه، حنا ماشي عا كنستهلكوا الثقافه، حنا كنطحنوها بهذا المعنى، حيت نحيلكم مع القوانين في البرلمان ديالنا، القوانين كلها اجنبيه، وسيروا رجعوا القوانين الفرنسيه وترجموها بالعربيه وشوفوا شنو غيطلع لكم. رجعوا الدستور الفرنسي ديال 1957 واقيلا وترجموه بالعربيه وشوفوا شنو غيطلع لكم. حتى كنشدوا كنديروا فوتوكوبي كوبي كولي، حتى عطينا عندنا جوج اللي ممكن كاينين جوج عندهم القدره انهم باش يحطوا مقترحات القوانين بسهوله. كاينه الحكومه وكاين النائب البرلماني. الحكومه عندها الوسائل، عندها الموارد الماليه، عندها ولكن عندها مسؤوليات. النائب البرلماني ما يمكنش نائب برلماني بوحدو ممكن غيدير واحد مجموعه ديال القوانين واخا يبغي يخدم، ما يمكنش انه يدير القوانين لاعتبارات منها الموارد الماليه، ما يمكنش انه حتى انك باش غادي تصاوب واحد القانون خاص واحد الدرايه بمجموعه ديال الميادين. الى لاحظتوا في فرنسا او في الدول الغربيه دايرين دي بيغو ديتود، هما اللي كيقوموا باش يديروا القوانين. حنا هما كيخلصوا فلوس ديال هذوك بيغو ديتود، وحنا كنجيبو نديروا لهم كوبي كولي. اللهم بعد التعديلات صافي. شكرا لك على هذا. اعتقد وانا قبل ان انسى اذكر، نتمنى ان شاء الله تكون فرصه، بغيت غير واحد التوضيح لهذا الشاب. قضيه الدستور ربما في الاستقلال، ربما اخذنا من اساتذه فرنسيين واحد العدد اللي كانوا كيقروا في كليه الحقوق، ربما اخذنا مراجع وكانوا اساتذه، ولكن للتوضيح فقط ان دستور 2011 صدقني بانه دستور مغربي 100%، وجاء بتطورات جديده في قضية مدونة الأسرة، في قضية المجتمع المدني، في قضية اللغة، وأنصحك بالاطلاع عليه، فهو جاء بجديد كثير ومغربي معد من طرف فقهاء وأساتذة. والمغرب والحمد لله كما أشار سيدي محمد، المغرب مليء بالكفاءات. شكرا جميعا ملتقى الحضارات على هذه السمة الحسنة وهذه الندوات اللي حققت لنا ورونا، وناخذ يعني أفكار جديدة كيستفزنا باش نفكروا اكثر. في الحقيقه استاذي الكريم اختلف معكم قليلا من خلال العنوان ديال الندوه، كنلقاو ان الشباب والنهوض الحضاري افاق وابداع، بمعنى انه خصنا نوجهوا للمستقبل بالاساس، وبالدرجه الاولى تنسطر عليها مزيان خصنا عندنا رؤيه واضحه الآن نتخطى، وإن على أهمية ما قلتم من ضرورة وجود قيم ومبادئ والتشبث بما بحضارتنا اللي هي غنية، والغرب الآن يعترف بأنها هي كي تيقول الفيلسوف الفرنسي ستيغلال أنه الفضل يعود يعني الحضارة الإسلامية باش أوروبا والغرب وصل لي. الآن يعترف بها، وإن زورت يعني في طيرة عصر النهضة زورت مجموعة من المعطيات. إذا أن نتوجه إلى المستقبل بالأساس،
يعني شنو بغينا بالضبط؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه. والشباب اظن في الوقت الراهي انتهى وتلاحظوا ان واحد الطاقه كبيره تنهضروها، يعني تقريبا الشباب ما بين 18 حتى 45 سنه تقريبا عندنا واحد 43% ديال النسمه ديال السكان، ولكنها طاقه يعني مهضوره. والاحصائيات ديال المندوبيه السكانيه اللي خرجت في 2016 كتقول لنا ان واحد من اربعه ديال الشباب ما بين 18 و 25 سنه لا يقرا لا يعمل وما كيديرش التدريب، ما كيستاجيش، يعني ما تيدير حتى شي حاجه. وهذا اشكال، لان فاقد ما عندوش رؤيه، ما عندوش ما عرف شنو بغى. وبالتالي ملي نشوفوا المستقبل، سمحوا لي طول شي شويه باش نشوفوا المستقبل، راه يعني واحد او جوج او حتى مجموعه ما تقدرش دير شي حاجه كثيره. خصنا كما ظهر من العنوان جيل، بمعنى خصنا واحد النظام، واحد السيستيم. فهاد السيستيم مهم، واخا تبغي تغير، الا جيتي في واحد الحي اللي كلشي كيسموها واحد الشلال غادي في واحد الاتجاه، انت بوحدك واخا تعيا ما تقدر تغلب عليك داك الشلال. بمعنى خصنا واحد السيستيم، خصنا واحد رؤيه يعني مستقبليه تكون واضحه. وكنلاحظوا من خلال الدول مثلا ماليزيا، يعني في اقل من 16 سنه تغيرت، سنغافوره الى اخر، واحد مجموعه من الدول عندها رؤيه، وتركيا اقرب لنا مثلا. خصنا رؤية واضحة، تكون رؤية واضحة شنو بغينا بالضبط. واسمح لي إلا طولت، أهمية الفكرة اللي بغيت نوصل أنه إذا خص تكون عندنا رؤية واضحة، وهذه الندوات بالدرجة الأولى كتنورنا في هذا الاتجاه باش نستفزوا، يطرح السؤال شنو بغينا بالضبط. والتطور ما مرتبطش، وسمحوا لي، ما مرتبطش يعني بالدين أو لا، مرتبط هو أمر علمي. وحتى في الشؤون ديال السياسه وديال الدوله راه امور علميه، ما مرتبطاش بال، يعني صح ان خصنا الايمان، خصنا الاخلاق، خصنا القيم، ولكن موضوع علمي، يعني خص ننظروا الامور بطريقه علميه، كيفاش ممكن نطوروا بطريقه علميه. وبطبيعه الحال هاد القيم وهذا كله غيكون يعني عوامل مساعده. وكنشوفوا مثلا الحضارات الصينيه متشبته من الاصل ديالها وما تغيرتش، ولكن راه تتبعث يوميا، بعثت الى اوروبا الى غيرها باش تجيب الجديد، باش كما قلت جا في الكلام ديالكم في الاول، ان خصنا نفاتحوا ولكن في نفس الوقت يعني نتشبثوا بالاصل. وشكرا.